الرحمن الرحيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا لقد جئتم شيئا إدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا صدق الله العظيم. تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض
بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما أن يتخذ ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا تكاد السماوات
يا فطرنا منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هبا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا للرحمن أن يتخذ ولدا صدق الله العظيم. كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد وكلهم
الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وتنذر به قوما لدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم صدق الله العظيم. وكلهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك تبشر به المتقين لتبشر
نبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا إن كل من في السماء وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا إلا تذكرة لمن يخشى وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من
أحد. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رزا ما تذكرة لمن يخشى. صدق الله العظيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكما أهلكنا قبلهم من قرن كما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد لو تسمع لهم ركزا بسم الله تذكرة لمن يخشى ما
تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن. صدق الله العظيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن كم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة صدق الله العظيم.
وكم أهلكنا قبلهم من قبل هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا طاعة طاعة. بسم الله الرحمن الرحيم طه. بسم الله الرحمن الرحيم طه. الله أكبر. بسم وكم أهلكنا قبلهم من قرن وكم أهلكنا قبلهم من قرن وكم أهلكنا قبلهم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا طاهبا أنزلنا عليك القرآن صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم طه. صدق الله العظيم. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا طيبا ما
صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلي. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن 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 على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. صدق الله العظيم. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر واخفي.
الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتيك حديث موسى وهل أتيك حديث موسى إذ رئي نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا بقبس أو أجد على النار هدى صدق الله العظيم. وهل أتيك حديث موسى وهل أتيك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس لعلي آتيكم منها
فلما فاخلعنا عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى أنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله إنني أنا الله فلما بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله فلما أتاها نودي يا
لبيك. فلما وأن اخترناك فاستمع لما يوحى إني أنا ربك فاطلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأن اخترناك فاستمع لما يوحى إنني أصحاب الجنة هم الفائزون
صد عن من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله القدوس السلام السلام المؤمن السلام المؤمن المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن المهيمن العزيز العزيز الجبار الجبار المتكبر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. وربك ذكر. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. وربك الأكرم علم الإنسان ما لم يعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا. اللهم اغفر لفقيدنا. اللهم اجعل هذه الليلة خير ليالينا واجعل ما علمه في ميزان حسناته يا أرحم الراحمين واجعل ما قدمه خدمة للعلم والتعليم والعلماء وطلاب العلم في ميزان حسناته يا أرحم الراحمين وبارك في أهله وأولاده وبلدته يا أكرم الأكرمين واجعل يا ربنا بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم شفع في نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اسكنه بجوار نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نبتنه حجته يا أرحم الراحمين واجعل لسانه ينطق بقول ربي الله وديني الإسلام والمبعوث فينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وارحمنا يا ربنا إذا صرنا إلى ما صار إليه. وارحم الله شيوخنا وعلماءنا يا أرحم الراحمين. وارحمنا يا ربنا إذا أتانا اليقين. وارحمنا يا ربنا إذا عرق منا
ارحمنا يا ربنا اذا ما ودعنا الاهل والاحباب يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا اذا ورينا في التراب وغلقت علينا القبور للابواب وانفض الاهل عنا والاحباب واصبحنا في الوحدة والوحشة وهول الحساب. اللهم ذكرنا بالقرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا أرحم الراحمين. ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان والسلامة والإسلام. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الدنيا لم تدوم لأحد، لو دامت لدامت لأهلها، لكان رسول الله حيا فيها وبقيا. لكن تموت يا ابن آدم وعملك وذنوبك كما هي. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، آيات بينات أتلى على مستمع حضراتكم فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد سالم عامر القارئ والمقيم بالمنشية التابعة لقرية أبو شواه، إدارة الصوت والضوء والفراش الحديثة الكبرى والمعرض الفني، إدارة المعلم خميس أبو حسين المقيم بهذا البلد. حضرات السادة المعزين، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده. بناء على تعالى